بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيك شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من الفيديوهات الخاصة بدورة اساسيات التعامل مع النظام لينكس. مكملين مع بعض في الباش بإذن الله. في الفيديو دوت هنعرف 3 حاجات عن الباش. اول حاجة اسمها الايكو او الطباعة، تاني حاجة اسمها الفاريبلز او المتغيرات، تالت حاجة اسمها الريد او الانبوتس او المدخلات. تمام. اول حاجة، لو انا مثلا جيت اشغل مثلا برنامج او تولز من الادوات الموجوده، الناس مثلا بتوع الهاكينج مثلا او البرامج بتاعه السكيورتي الكلام ده، لما تيجي مثلا تفتح برنامج تلاقي مثلا البرنامج كاتب لك جمله او طبع لك حاجه، كاتب لك جمله مثلا يقول لك هلو يوزر ذيس از بروجرام مش عارف بيعمل ايه، يعني بيكتب لك حاجه، بيطبع لك حاجه. لما تيجي تشغل برنامج بيطبع لك حاجه او بيطبع لك كلمه. تمام. دي ازاي اعملها في لغه الباش؟ عندي الامر اللي اسمه ايكو، هو المسؤول عن الطباعة في الباش. يعني بكتب مثلا ايكو، تمام، وبعد كده بعمل له دبل كوتس كده وبكتب له مثلا هلو يوزر، واعمل مثلا بتاعكم، لا بتاعكم مش التفن بتاعكم. تمام. دوس سيف. تمام كده. انا لو جيت نفذت الملف دوت مش هيطبع لي ايكو، او الايكو ديت مقصود بيها اطبع لي الجمله دي اللي هي ايه بقى، اللي هي ديت هيطبع لي الحاجه دي اللي هي دي، هيطبع لي الجمله اللي ما بين الدبل كوتس دول. فانا دلوقتي لو جيت نفذت الفايل دوت هيقول لي هلو يوزر، طبع لي الجمله او الحاجه اللي انا حاططها بين الدبل كوتس كده. تمام. يبقى ديت كانت الايكو. الايكو هي مسؤوله عن الطباعه. ممكن اكتب ارقام عادي، هو الرقم اهو. تمام. تعالى نعمل برنت، طبع لي الرقم. وممكن اكتب على فكره من غير الدبل كوتس، يعني ممكن اقول له هلو هلو فريندز اور اي فريند، هلو فريندز. طبعا هو لي عادي، ولكن الامن او هخليك في الحاجه في السايد، او امشي على البراكتس، يعني امشي صح يعني، او بالطريقه الصح يعني، او اللي يخليك تتجنب الاخطاء، انك تحطها بين دبل كوتس كده. تمام. دوس سيف. نعمل ران تاني. طبعا هو لي برده مفيش اي مشكله. طيب يبقى الايكو هي بتطبع لي الحاجات، او بتطبع لي الجمل، او بتطبع لي اي حاجه. تمام. بتطبع لي يعني مقصود بيها ان هي بتظهرها لي. تمام. تاني حاجة عندي اسمها الـ variables. ايه هو بقى الـ variables دوت؟ الناس طبعا اللي درست برمجة يعني اكيد عارفين الـ variables دوت، يعني حاجة تافهة جدا وحاجة سهلة جدا وحاجة أساسية هتلاقيها في كل لغات البرمجة. زي ما قلت في اللايف قبل كده، في اللايف يعني كنا عاملينه قريب، قلت ان المفاهيم البرمجية او البروجرامينج كونسبت ثابتة على كل لغات البرمجة. يعني كل لغات البرمجة هتلاقي فيها حاجات ثابتة. زي ايه؟ زي الـ variables، زي اللوب، زي الاف كونديشن، زي الفانكشن، كل الفاريبلز فيها الحاجات ديت، مع اختلاف حاجه واحده بس، مع اختلاف طريقه كتابه الكود. تمام. فزي ما قلت لكم الباش سكريبت هي عباره عن لغه برضو. تمام. عباره عن لغه، فاكيد فيها الكونسبت بتاعت البرمجه ديت، او المفاهيم بتاعت البرمجه ديت. تمام. فالفاريبل هو ممكن تقول عليه اختصار لحاجة ممكن نخزنها جواه. يعني ايه؟ يعني مثلا تعالوا نعمل اقول لكم الاول ازاي تعمل ال variable دوت وهتفهموا ما احنا بنعمله. هعمل مثلا variable هسميه hello مثلا، لا بلاش hello، خلي حاجة صغيرة، خلي مثلا في. انا هعمل variable هسميه في، ممكن تسميه كلمة، ممكن تسميه محمد، يعني مفيش اي مشكلة، او محمد. تمام. عادي اسم الفاريبل اسمه محمد، بقول له بيساوي، بس خد بالك لازم كله يكون لازق في بعضه كده. بصوا لما كنت عامل مسافه كان اللون كده كانه تكست، لما لزقتها في بعض اللون بقى اتغير كده، لونه مدي على لون اخضر كده. تمام. فلازم كله يكون لازق في بعضه كده. فالفاريبل اللي اسمه محمد دوت هخزن فيه مثلا جمله، مثلا اقول له هلو هلو ماي فريندز، اي حاجه يعني، هلو ماي فريندز in our new app. حط لهم وش كده بيضحك. تمام. بقى كده علامة تعجب. يلا.
الفاريبل هو ممكن تقول ان هو بيبقى اختصار، او ممكن تقول عليه ان هو بيبقى صندوق ممكن تخزن عليه حاجات جواه، تمام؟ فانا كلمة محمد ديت، كلمة محمد ديت متخزن فيها كل الجملة دي، متخزن فيها كل الجملة دي. يعني دلوقتي لو جيت عملت ايكو لكلمة محمد ديت، تمام، هيقوم هيعمل لي ايه؟ مش هيطبع لي كلمة محمد، لا، هيطبع لي الحاجة اللي الـ variable او المتغير اللي اسمه محمد دوت بيحتويها، تمام؟ طيب ازاي اعمل print، او ازاي اعمل اسف ايكو، او اطبع variable؟ عشان اطبع variable هقول ايكو، تمام، بعد كده بعمل علامة الساين دولار، او اللي هي علامة اللي شبه الدولار ديت، علامة عملة الدولار، تمام. وبعد كده بكتب اسم ال variable بتاعي، اسم ال variable بتاعي ايه؟ اسمه محمد اهو، تمام، واعمل سيف، تمام. تعال نشغل كده الكود بتاعنا اهو. طبع لي اروح اللي هي اللي انا عاملها في الايكو فوق خالص ديت، اللي هي ايه، وبعد كده طبع لي الجملة اللي متخزنة جوه محمد. محمد مش شرط يحتوي على جملة، لا، ممكن يحتوي على رقم، مفيش اي مشكلة. اهو امسح يا ابني كل دوت وتكتب لي رقم 5 مثلا، عادي، مفيش اي مشكله، طبعا رقم 5، تمام. فالفكره في الفاريبلز ان هو ممكن تعلي ان هو اختصارا اختصار لما يحتوي. يعني ايه؟ يعني ممكن تحط عليه، ممكن تحط جواه حاجه، الحاجه دي تختصرها في اسم محمد، او مجرد ما تنده محمد الحاجه اللي جواه هي اللي تظهر لك، تمام. فهو دوت الفاريبلز. طيب انا عرفت لك ازاي اطبع حاجات، ازاي اطبع عن طريق ايكو، وازاي اخزن عن طريق الفاريبلز. طب انا لو عايز اليوزر، يعني مثلا ساعات تفتح اي برنامج كده تلاقيه بيقول لك مثلا انتر يور نيم مثلا، يعني دخل عمرك، دخل تاريخ ميلاد، يعني دخل اي حاجه، دخل الاي بي مثلا لو عايز، تعمل سكان على الاي بي، يعني بيقول لك دخل اي حاجه. مثلا لما بتيجي مثلا تعمل سويتش من يوزر ليوزر، شفناها قبل كده، بيقول لك دخل الباسورد مثلا بتاعت اليوزر، ليه يعني تعمل انبوت، او تدخل البرنامج حاجه، تمام. انا ازاي اقدر اعمل كده؟ يعني ازاي اقدر اخلي مثلا اعمل من خلال الباش ان هو مثلا يقول لليوزر، او يكتب مثلا على التيرم ان انا ادخل له حاجه، وادخل له حاجه ويقوم كاتبها لي، او اعرف ايه الحاجه اللي كتبت. يعني ازاي يعني اقدر اخد انبوت من التيرمينال، يعني او من اليوزر؟ يعني علشان تاخد انبوت، تمام، او مدخل، بنستخدم حاجه اسمها ريد. ريد هي اللي بتعمل انبوت، او هي اللي اقدر اكتب لك جواها من خلال التل، تمام. عندي نوعين من الريد، نوع اسمه برضو داش او بعد كده بي. اول حاجه اللي هو البي دوت معناها بلين المقصود بيها ان انا لما حاجه اكتب له هنا، لما يطلب مني حاجه واجي اكتبها له على التيرمينال، الكتابه هتكون ظاهره، هيكون ظاهر انا بكتب له ايه. زي مثلا انا بكتب دلوقتي كوماند اهو، بكتب كوماند اهو، واضح انا كتبت ايه، وكتبت بي دبليو دي، تمام، واضح انا كتبت له ايه. عندي نوع تاني دوت اللي هو النوع البلين، عندي نوع تاني اسمه اس بي، او اللي هو السيكريت بلين. السيكريت بلين المقصود بيها ان انا لما اجي اكتب حاجه هنا ما يبانش، يعني دلوقتي انا دوست على الكيبورد، كتب لي انا دوست على ايه، انما السيكريت بلين مقصود بيها ان انا لما اجي اكتب حاجه ما يظهرليش ان انا دوست على ايه او كتبت ايه. شبه ايه؟ شبه لما بيطلب منك الباسورد مثلا بتاعه الروت من خلال التيرمينال، والباسورد بتاعت اليوزر بتاعك علشان ينفذ امر كروت، تمام. لما بتيجي تكتب له الباسورد ما بيظهرلكش انت دوست على ايه، لا، تمام. فهو دوت تاني نوع اللي هو السيكريت بلين. انا محتاج اول واحده بلين، ده مش حاجه سريه يعني عايز اكتب سيكريت بلين، لا، تحول مثلا انتر يور نيم مثلا، تمام. بعد كده بظهر لليوزر ان الرساله، بظهر لليوزر رساله اللي هو اقول له انا عايز منك ايه، او دخل لي ايه. فمثلا هكتب له هنا، هكتب يوزر له انتر يور نيم، خلي كل اسمه انتر يور نيم، واعمل مسافه كده، تمام. طيب انا كده قلت للباش انا عايز حد عايز تدخل لي رساله، تمام، والنوع المدخل دوت يكون بلين، يعني يكون واضح هو بيكتب ايه، او لما يكتب حاجه على الترمينال يظهر اللي بيكتب هو داس على ايه، والرساله اللي عايز يظهر له هي انتر يور نيم، او دخل لي اسمك. طيب الحاجه اللي هتيجي دي هتتخزن فين؟ يعني الحاجه او الاسم اللي هو هيكتبه دلوقتي من على الترمينال هيتخزن فين؟ لازم اخزنه اكيد في فاريبل. فانا هنا المفروض اقول له انا عايزه يخزنها في فاريبل اسمه ايه او فين. فانا هنا هقول له خزنها لي في فاريبل اسمه نيم، تمام. فهو كده هيعمل
هياخد هيطلب من اليوزر يدخل له انبوت، الانبوت دوت نوعه بلين، هيظهر اليوزر يقول له انتر يور نيم يعني دخل لي اسمك، والحاجه اللي اليوزر هيكتبها ديت او الحاجه اللي هنكتبها في خانه التيرمينال هتخزن في فاريبل اسمه نيم. بعد كده ممكن نجي هنا مثلا امسح الواحده دي وامسح محمد دي برده مش عايزينها. ممكن اجي بعد كده مثلا هنا اقول له ايكو هلو هلو، وبعد كده اقول اكتب اسم، اكتب احط الفاريبل اللي اسمه نيم يعني كده، يعني هنا هيقول لي هلو واعمل فاصله كده هيقول لي هلو ويكتب لي الاسم او الحاجه اللي اليوزر هيدخلها لي. تمام تمام تعالى كده هنا نقول له ايه كلير، تعالى نشغله كده. لا شوف بقولك شغال كده انتر، قال لي انتر يور نيم الجمله اللي مخطوطه هنا اهي. تمام هدخله مثلا اقول له اسمي احمد، بص انتر طبع لي هنا قال لي هلو احمد. تمام يبقى احنا فهمنا ازاي نعمل برنت او نطبع جمله او نطبع كلمه او نطبع رقم، وعرفنا ازاي وعرفنا يعني ايه variables وازاي نخزن جواه، وعرفنا الريد وعرفنا اللي هو الريد البلين والسيكريت بلين. تمام شكرا لكم واشوفكم باذن الله في فيديو جديد.